الصلاة هذه محلها ومبحثها. قال الله تعالى إلى إيميك قولي إن الصلاة صلاة كانت هي صلاة ميهاتي على المؤمنين مؤمنين تكرش ميكهاتي كتابا قرال يكهاتي كتابك سو مصدورا لصدري موقوتا موقوتا لفرض ويلي. وقال الله تعالى لوقت ويلي ووقت لن ويلي. وقال الله تعالى إلى إيميك قولي حافظوا حفظي على الصلوات صلاة ديالك حفظي غارهان وصلاة الوسطى صلاة فضلك بضم حفظي وقوموا قما لله إله قما قانتين مدعين حالا دياسان إله قما صلاة الله إسوك ورمو سبحانه وتعالى مري صلاة كانت ميهات إن صلاة كانت صلاة على المؤمنين لنبو مؤمن كرشي مؤمنين تكرشو ميكهاتي كتابا قرال يكهاتي كتاب كاسو موقوتا لوقت ويلي لوقت ويلي أو فرض أو واجب أو لكابتو غي لك واجب ولي وانا موقوت وقت له. وقال الله تعالى إلى إيميك قولي حافظوا حفظي على الصلوات صلاة ديالك حفظي والصلاة صلاة فيها قاران صلاة دسو الوسطى الفضلى فضلك بضن صلاة العسرى حفظي وقوموا قم لله إلى إنكم قانتين ساكتين هالتين كوامس أما قانتين مدعين هال إله يأتي أسان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى نبي شيميك قولي خمس صلوات صلاة دي على شان كتب مي واجب عليهن خمسة الله تعالى واجب علي على العباد الضومنك كرشوك واجب علي من أتى لنك لكوي بهن بالخمس شنتاس لكوي لم يضيين هلا إن منهن من الخمس شنتاس شيء شيء هلا إن استخفافا لأجل استخفاف فضل عيسى لو درادي بحقهن حق الخمس شنتاك شوف فضل عيسى لو درادي إن هلا إن كان له لمن أنسون هذا عند الله لا يكتس أحد بلن ينسون هذا أن يدخله ألق اليوم من كاس الجنة اليوم ومن لم يأتي لك لكوين بهن بالخمس شنتاس لكوين فليس له لمن من كمن لا عند الله لا يكتس أحد بلن مكلا إن شاء الله إن شاء هو الله ددون عذب الله ذابه من كاس وإن شاء هو الله ددون غفر الله لا له لمن رسولك صلى الله عليه وسلم مري خمس صلوات صلاة على شان كتب فرض ولي هن خمسة صلى الله تعالى فرض ولي على العباد يدوم كرشوك فرض ولي من أتعلم لك لكوي بهن بالخمس شنساس لكوي لم يضيء هو من كان الله منهن من الخمس خمسة شيء شيء أن الله استخفافا لأجل استخفاف فضل سدو درادية بحقهن فضل سدو أن الله كان له لمن من كاس ين هذا عند الله إلا يكدس أحد بلن ين هذا شنتا صلاة ديال كويتو أدن الله إنه وقت شكتو كتو سرود دي أركانتي وحقشة سيلة فضاء إن قدت إلا يكدس بلن أكين يال بلن كمي أيو دخل الله إلا يوم من كاس الجنة قليو لكن ومن لم يأتي لنكين لكوين بهن بالخمس شنتا صلاة من لكوين أو شنتي صلاة كدواي فليس له لمن من كما لا عند الله إلا يكتس أحد بلن من لا إله بلن من يالك تسوى سيقول لكم أي قليل لنك صلاة كتب ما تحت مشية الله يقلو إن شاء هو الله دي دونه وعذبه والله ذابه ومن كاس عذابه وإن شاء هو الله دي دونه وغفر الله إلا إلا فيه له لمن أن لافه شروط وجوب الصلاة صلاة مركي واجبات شرطي الشيء شردي الكاس يعني أربعة فرواي الأول والإسلام والشردية والعقل والشردية والتمييز والشردية لقول الله تعالى رفع القلم والكرويلي عن ثلاثة الكرويلي عن النائم كهندراء الكرويلي حتى يستيقظ النائم نائم كاس لا كبرى رقو عن السبي الكرويلي حتى يعتلم السبي سبي الكتاب القلم عن المجنون حتى يعقل المجنون ونقاو داير سنان على شرطية من الحيض والنفاس لكو داير نقض شروط وجوب الصلاة صلاة واجبو شيء شرطية الشيء أربعة وفرو الأول كان هوري الإسلام والشرطية لنقاء لصلاة مكو واجبا ساخر ليل نقاب وثاني الأقل والشرطية مجنون صلاة مكو واجبا وثالث هو التمييز والشرصة والشرطية لقوله قول النبي
لو البن شل سواني انو بياري صلاة مكواجبا سوال بن شل بيان لقول النبي نبقول شين دليل صلى الله عليه وسلم كقولي رفع القلم وقلم لكروالي قلم كي او قفو ولي او خير لن ابتغاي ولي شرع لن ابتغاي قلم كي سقاي لكروالي لنكو ابتغيشن قالو او تبر قلوان اقلي لئي قلن عن تيار سن والبؤسك هذا الماء يلفظ من قول إلا لديه رقيب ناتيده ولنك ينقراحي هدو تي إقراء كتابك على كره قلن قلن كاسو ايلوك كروالي او والبنني نبتغاني خير سو بنني نبتغاني شر سو بنني نبتغاني عن ثلاثة تنغ لك كروالي عن إنا إمي كي هندولا يلك كروالي لنهندولاو نب نبهي ولفضاو إراو والمال نبتغاو حتى يستيقظ هو نائم كاسلا كبرارغو غلن مال غبتغو لنكن وهم دراي هبري فرنتوس كله ولون كهذا لو مال غبتغو لي من دراي ولا مال هايس غلن مال كو مال غبتغو وعن السبير في القلم ولا كرويل يعني السبير نوك يرا لك كرويل حتى يا تلم الى كو تور غلو تمييز من لما سبير روما ولا مال غبتغو سون وعن المجنون رفيع القلم وقلم التكليف لرى قلم كي تكليف لك كروه لأن المجنون كي وانا نائل لك كروه لانك جنك اللي قلم مرن ابتغى واتا يعقل هو مجنون كسلاق لك والده شروط وجوب الصلاة الإسلام والعقل والتمييز ونقا ودائر سنان الشردية من الحيض بلا ميته الكو دائر سنان ونفاس بلا انهل قبطو من نفاس قبط صلاة يمان ساس شرط ما يعني دائرات صلاة السبي والسبية تنمي إليك جرت سبيه سبيه دي صلاة ديو يمرو سبيه سبيه الأمر بالصلاة الأمر لسبهم بعد سبهم تضب سن بعد شوى يضربوا لتمي على تركي تركي صلاة صلاة دوك تمو شلن تمي لعشرين بعد عشرين تمم بعد شلن قولي قولي الله قولي النبي نبو قول شن دليل صلى الله عليه وسلم قولي مروا أولادكم أولاد فراب بصلاة فراوهم أولاد هال أبناء سبع سنين تضرب سن أولادهم وضربوا وضربوهم أولادهم عليها على ترك أنتم ولا أريهم أولاد أبناء عشرين ثم أولادهم الحديث حديث كلمة السر يمر السبي سبي الله أمر الكري بالصلاة صلاة كشون غير أي تقول لي لسبع بعد سبع تضرب سن بعد شيء تضرب جراب دير تمييز ها مميزة تقول لي سواء ويسا لبرأي ظهر ذا لبرأي سلن تقول دير مساعد كسوال لي ويضرب هو سبيك يلو تمي على تركيا تركي صلاة صلاة كو تبوش يلو تمي لعشرين بعد عشرين تمن سنين تيري تكدو آئيها ولن تمي للي سيبن تكدو آئيتي والدليل ميبا الدليل نها لقول النبي نو قول شيء دليل نها صلى الله عليه وسلم كو قولي مروا فرا أولادكم أولادين بصلاة صلاة كو شيء فرا إري أمو وهم أولادنها لابناء سبع سنين تدسن أولادي وإيم وضربوا تما هم أولادتما عليها على تركيا صلاتك تواشى انتما والعالم أولاد ابناء وعشر انتما أولادي وانتما سن جران الحديث أتمم دمستر الحديث حديث دمستر شروط سيأتي صلاتي صلاتان سوشة شردي الشيء هذه محلوها أما ميركورت شروط سيأتي صلاتي أربعة واي الأول كان غوري ميبوا طهارة البدن بدن كني دائر هذا من الحدثين كو دائر هذا لشردي وطهارة البدن والثوب والمكان دائر هذا من الخبث نجاس دائر كو هذا لقول النبي نبو قول شن دليل صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله إلهي مقبله صلاة مقبله بغير ظهوري ويسلام مقبله ظهار الله ظهار ذي كل كمين أقداس بدن كل دائري كل كل دائري مكان كل دائري ويسال قبط الثاني كان لما سطر العورة عرض الأسطر وعي لقول النبي أن دليل إذا صليت دي تكداس في ثوب وعيد تكداس فإن كان ثوب واسين دي فالتحي فإسكد الدوب بيبي ثوب اسكت الدوب وإن كان ثوب الله يقان قديه فاتزيره اسكت الدوب بيبي ثوب وقول النبي أن دليل صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله إلهي ما أقبله صلاة حائل صلاة بالغة تعتبر قال صلاة دي إلهي ما أقبله إلا بخمار هبوغ لك أقبله ما ديك هبوغنا الثالث كان سداد معرفة الدخول الوقت وتقلو شيء لو قادر شرطه فإن جهل الشخص وديك جاهلاته دخول على وقت كو جاهلاته وجب الاجتهاد واجب التحريد دالو لقول النبي نبو قول شين دليل صلو صلاة صلاة تكذا كقولي لوقتها وقت صلاة صلاة وقت شك تكذا الرابع كان فرا شردك فراد ميبوا استقبال القبلة قبلة القابلون شرده والدليل على ذلك لقوله قولي النبي قولي قولي الله تعالى إلهي قول شين دليل فوالي جيدي وجهك وجهك شبر المسجد جهة المسجد مساعد جيدي سن جيدي مسجد كالحرامي
وحيث ميل كنتم يسنغ هاتان قولي قبي ميل بيسنغ روكدان فولو جيديا وجوهكم جيالك إن شاء الله جيته جيته القبلة أمرك أسوي مين أغذي أمر الوجوه فولو يل فولي واجبوا وقولي قولي النبي نبا قول شين دليل صلى الله عليه وسلم فإذا كنت إلى صلاة فاسبغ الوضوء فإذا كنت أدكم تو إلى صلاة صلاة كنتم فاسبغ الوضوء ويسد كامل ثم استقبل قابل القبلة تقبل قابل قبل قابل وكي أمر واجب فكبره الله أكبر له شروط صحة صلاة أربعة أرني الأول طهارة البدن بدن كدائرة الشرطية من الحدثين لما حدث كساسة حدث الأصغر حدث الأكبر دائرة جناب كنك جرن ويسلان هانا ودارة البدن بدن كدائرة الشرطية ودارة ثوب الأرك دائرة الشرطية ودارة المكان مكان كتو كدائت ومناغل كل ما هين دائرة الشرطية من الخبث من النجاسة نجاية دائرة خبث نجاس له لقول النبي نبا قول شين دليل صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله إلهي ما يقبله صلاة ما يقبله بغير ظهور وإسلام ما يقبله إلهي الثاني قال ما ستر العورة عورض الأسترواء يشترط ميل شردية في الساتر كان عورض أسترواء ميل شردية أن يكون إنها ذو كثيفا كوكا كان إنها لا يظهر منه من الكثيف كان كان الشيخ ظاهران لون البشرة قبلكم ذو الشيخ ظاهران ميدو يقدوني لنقران ولا يضر التصافه تلمامه شيء والمشر ما هي التصاقه له ولا يضر التصاقه التصاق الساتر ساتر كدقو شيء بها بالعورة عورت كدقي شرط ما بها بالبشرة كدقي شرط والمدباو او جر كدب كسيسنا دول مدباو ورتو عورت أستر بحيث ميل يحدد تلمامه جرمها جرم البشرة جرم البشرة قبل كي جرمي شيء تلمامه معنا جيرتي واكي والارغاي لكن لابا كسي سنيني والتلمامه لكن قلت أمي قبل الارغاي ميا وعورة الرجل أو رجل أورديس والمملوكة والأمتي الدومي أوردية ما بين السرة والرقبة دون تجلب كنتناي وعورة الأورة جميع بدنيا وإلا الوجه والكفين ما الأول الثاني كلما ستر العورة أوردي لا سرواي أوردي نبرتي عورة الرجل والمملوكة ما بين السرة والرقبة وعورة الأورة جميع بدنيا بدين شيء دماغا أورا بلامي تكداس هرتة وجي شيء قال يا بس أنت قال دي بدين شيء ملابا إني اسمار كاستور تاستور وايتي ما بدل الصلاة تها هذه ركوع سو سجود سو لطيا ريدا كباها سيبرو صلاة دي بورتيها ما ديش أنت تكمي ده بنا كبات بدل الصلاة تها لي أورا استور تلف ده ساتر العورة تي وايل قول النبي نبا قول شين دليل صلى الله عليه وسلم إذا صليت تدي تكداس في ثوب إن در ثوب كسو وايدين علين در علين كوجو وينا كتكداس فإن كان ثوب ثوب كوب واسع واسع فالتحف أنت اسك دودوف بيبي ثوب ثوب اسك دودوف اسك وري اسك دودوف وإن كان ثوب ثوب كدي لا يجا ناريري أين فتزيل هزغندوي قرب كمكين ديرا مسك دودوف كورتو حسلي ما ها فتزيل بيبي ثوب هزغندوي موكي روي هذون تكر شيء وقول النبي نبا قول شين دليل صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله ولا ما يقبله صلاة حائلين صلاة بالغة تنوى وصفيري الحائل هنا ميل نجيذ بمعنى المكلفة وطبالك هاي تياغل هاي تيو ولو بالاحتلام دي دي ابي ديرني سغال جنة تمن جربها توي احتلام كتبر قلي احتلام اي دب دب تي بيوكو كوي وإنما عبر عنها عن الحائل حائلي لابري بالحائل الكابري نظرا إلى الأغلب هو بي شبتون بسر يتبر قلي لما بي وحيل انكوه وشرد ميو وعيالك لكتبر قلو مي باكو ميدا عيي تميشن ديروش تمام وخمسة عشرة سنة ما والاحتلام ما إني والحيل ما إني كلكم احتلام بديك تبر قلودهم هتا شرط ما إني هلا إنكوي هو مربى احتلام كتبر قلو مسهل إنكوي اللي سقال جلك بالله وده هلا إنكوي أوكو تمن جر تميكو تميس تمي لما ميلو سي أوكر هذا إنكوي تما بس تبر قال يا للي ما ديش أستور تلاي واي هو بق ما يسارنا أديد أوكر ما يلري اي للجيد واه وبو مال سارني ولا لغري مام بلا ما يتوين تو تا يعني ما رغاس ارنجر تا يلا لجرتو ما دشي اسكو فيدني مركي ارتل انجي ليلكي وبو لو سار تو كشري اسكو دافا ما بجرتو تو كشي مانا جيكور سا سايت بلا انت بلا ما تو كد جرم جيكور باديد هاي ما تو كد جرم حتى ولا غير مارغني حالين حالين تو او ددكو او ميلو سي سيدا سو بدو خناغا تو مارغني مركاس اي تو كشي بلا واسي مانا songna anku yaab toysun naftis dalo yanti atalong musoma markii dalad dhamaayay lay marag ne
مركزي صومني لهم أنا. كلكم يعني واقعي مثلا مادة الحمد لله وادت كيماي بودين تبادنا. أي سديرتي مانا كي كور وابلك آي بادي دوبلرو. درامي تكذا سيلن دنيا تكذا هوبلارو كم سوفيد دوا الكلادو كادو يللي. ولا آي جريبو مانا. درامي جبر تكذا سوا كي كور أنو مالارو كجر. هذا كل شيء كله يبدأنا تكذا ما. آي ساسو كلو مانا مثلا با. كلكم ريد ماي بوا بلامي تاس أو تبر جلي. سوغا ونا هذا سي مدش في ذن هذه تنتلون مالن هيبو بادي تمانو وين تو مانا تنتلون مالن مدك مر مر أرغاس هانو بيرش ولان هيبو جي ستي ذن ليل هيبو تنتلون سو في ذن تمانا كلكم وين تو 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 ها إلا بيتا مر با آدم كوي تا آدم جيد مال كاري هم مر با تبر جل تبر جل كن تكو بلاو ده ليك أو كوي أن تكو سغال سين كو بلاو ده سغال سين هو بيت تبر جل أما بي شبتو بس ليو مدش أستور تواجب ليو ماهينا مدش هبوب مال سارنيا قاو نادي إيه مجرت مانا شرادي نسا سرت واجب لك قبرتي هذا مقالة دارك دهين أرغا هاي تنتا يروو كوبا لكو بلاو هاي مقالة مارا يريار كو إيمبا دنتا لندبا هاي دوال للي مانا هاان ماي لندبا لك غلاس مانا بادي بادي دي أمر رورايت بادي دي بين تو تتنغ لاين انت ما خطرك سوني انت ماي بوا ولا سوري فايلة تاسور كوبا ديري مانا يريار كو إيمبا مدك دوال للي مانا كساين دوالو كساين استطرق كسائن فيلين معنا فيلين كتربية وكسن فيلت حيكو صوي كلكم تبر قلو لفضي والإريادين تبر قلنا صلاة هائلين إلهي ما أقبلها الكري إلا بخمار برامي تبر قلي صلاة دي إلهي ما أقبلو هبوغلي لسارية مل سارنب إلا بخمار لك أقبلها هبوغلي كأقبلها ماذا أصدرنا دلي ليلة تليو الثالث كان سيدا معرفة الدخول الوقت وقت قلو شيء لكسا معرفة الدخول الوقت صلاة وقت شن قال نملت كذا يوم وقت شن قالوا يلك سه معرفة الدخول الوقت كت قالوا شيء لقعد خاب وقت شن قالنا دعوا عين مت كذا كرت فإن جاهل هو الشخص قديك جاهل هذا هو دخول الوقت وقت صلاة قالوا شيء جاهل أي نعم شيخون واي ميرك أحب سني أكل وجب الاجتهاد دلالة واجب دلالة وجب التحري دلالة واجب اجتهاد تحري سمعنا له دلالة اجتهاد لقول النبي صلى الله عليه وسلم اجتهاد لك متكذو سكتكو إلي كل كي نقل إلي مايا ظن أوم على اجتهاد كتكذكر على يقين أوقتك قل يقاد كتكذكر ما سكتكو شريد مايا لقول النبي نبو قول شين دليل صلى الله عليه وسلم صلو صلاة صلاة تكذا إيه لوقتها وقت صلاة صلاة وقت لا وقت شك تكذو وقت شك معروف كلكم وقتك أذكر مرتو تكتو هو اجتهاد دي من لم يلحبس هيك جرت ودن قال يا لك حبسي من سقال دي قال ولا ناقنا وكلا جرا مسلم اسكت ما ما كحبس بناك ما كبي ايا صلاتيو كل كم وقت كي قالوا شي سكو قال ساعه ما هيست اجتهاد صلاه دي لك بالله الى الظهر قران مرضو اخري جرتي صلاه دي بالله تي مرضي دمايتي وقت كي قال اي مسب قال لنا لكن قران ما يغادي جرتي هو ادمايت اني دور قال جريما بناك مر كي روك ديا بس كنت 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 لي وتحريد دالو لقول النبي دالو هاي كل وقت شل كنت كنت الفد الرابع كان فرات سردغا فرات وصلاه كان صحاس هو سردغا سواين وصلاه كان صحان استقبال القبلة تقبلة القابل واي لقول الله تعالى إلهي قول شين دليل فولي جيدي محمد وجهك وجهك جيدي شطر المسجد جهة المسجد مسائل كي جهد إسال حرامي حرمد الله هاي قيمد الله هاي كعبة دا آي ميلا وجيغان اي دي لحي داتي كلان نصدو وحيثو ما كنتم ميل الميلي سنها تان فولو إسين المسلمين تتين جهدية وجوهكم وجيالكين آدية شطره شطر المسجد الحرام جهتا وجهتا مسجد الحرام ان اي دي افكين اي ديو كون صلاة قبلة قابل الله هو باد اقدر وقوله هو وقول النبي نبو قول شنن دليل صلى الله عليه وسلم فإذا قمت دي قماسو إلى صلاة قماس أي فإذا أردت القيامة قمو وديت الدونس إلى صلاة صلاة قمت فلاس فاسبغ الوضوء ويسد كامل ثم استقبل قابل القبلة تقبل في ديرهد فكبر الله ده أدو أكبر ده الله أكبر ده أركان صلاة صلاة أركان تي الأول أركان صلاة بدن تاها أركان صلاة صلاة دار كانتي ما يبوا عشرة تون يلي يسدد تموا كوالاي
أركان الصلاة صلاة أركان تي عشرة تنتم واي الأول أن يتني واي لقول النبي دليل صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات كقولي ويشترط ما لشرطه مقارنة ومقارنة النية نيد الهريري للهريري ولشرطه الأول جزئين جزء أول شيء للهريري جزء كاسو من أجزاء تكبيرة الإحرام تكبيرة الإحرام جزئي الشيكم إذا الثاني القيام مسلم ولشرطه في الفرائل فرائل المسلم للقادر بالنسبة للقادر لنك يوجد يدلم فيري عليه على القيام يوجد لقوله تعالى إلهي قول شين دليل وقوموا قوما لله إلهي قوما قانتين قوموا واكي قوما قانتين مضيعين وقول النبينا وقول شين دليل صلى الله عليه وسلم قل صليتك قائما غادت فإن لم تستطيع أن تأتي أدن أود فقائدا فصليتك قائدا غادت كفلي فإن لم تستطيع أدن أود فصليتك على جنب لنكتك فإن لم تستطيع أن تأتي أدن أود فمستلقيا فصليتك مستلقيا هال غور غور سلاس سيال سيود والكوفة إلي لا يكلف الله إلهي مكلفا ونفسا من نفس مكلفا وإلا وصاها وصاة نفسي نفتاس أودي إليك كلفه ولي أود إليك كلفه آهي الثالث كان سيدا تكبيرة الإحرام يحرمشني تكبير تدوى بصوت مع صوت صوت لقب يسمع ديقه يسمع المصلي ديقه صوت كاس لقوله تعالى عن دليل وربك فكبر إلهي أري وقول النبي عن دليل مفتاح صلاة الظهور وتعليمها التكبير وتعليلها التسليم قولي مفتاح صلاة صلاة فراش الظهور الظهور ظهر كاس شواي وتعليمها تعليم صلاة صلاة دار مشدية التكبير والله أكبر وتعليلها تعليل صلاة صلاة كل على مشدية التسليم والسلام عليكم واي أثر الرابع كما فرض قراءة الفاتحة فاتحة الأخير واي والبسملة بسملة آية واي منها من الفاتحة كم إذا لقول النبي نبا قول شين دليل صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن صلاة من سنة لم يقرأ آخرين بفاتحة الكتاب آخرين فاتحة الكتاب لكن آخرين صلاة من لا إي وقول النبي عن دليل إذا قرأتم الحمد فاتح هذا دي أخريا سام فقره أخريا بسم الله الرحمن الرحيم أخريا رسولك قولي صلى الله عليه وسلم ما يقول إنها إن البسملة أم القنها إن الفاتحة فاتح هذا أم القرآن قرآن كهذه سواي وأم الكتاب كتاب كلاه هذه سواي والسبع المثاني والسبع التضبط آيدوت المثاني هنك نقضايا واي التضبط آيدوت فيلب وبسم الله الرحمن الرحيم نا إحدى آياتها آيات الفاتحة فاتحة آيات ستضبه واي الخامس الركن الخامس ركن الشناط الركوع جلب قبصد ودمانين توصل واي فيه في الركوع لكاسة لقول نبينا وقول شين دليل إركات ركوع حتى تضمئن إلى الصلاة سراك ينغالت السادس والاعتدال اعتدال توصل واي ودمانين توصل واي في فلات الدليل كاسل لقول النبي أن دليل إرفع رأسك من ذاك الرجل حتى تدل إلى كتوسس قائما حالت السابع كان تضع السجود سجود أي مرتين للسجود وفي كل ركعة ركعة كسمع دمانين تحصل أول قبل قول النبي نبي قول شين دليل صلى الله عليه وسلم أسجد سجود حتى تضمئن أنت إلى أذكى صلاة ساجدا حالتك سجود الثامن كان سيدات الجلوس فنادوا بين السجدتين لفنادوا إلى قول النبي نبي قول شين دليل صلى الله عليه وسلم ارفع كرول فأسك من السجود كرول حتى تضمئن إلى أذكى صلاة جالسا حالتك فيني التاسع كان سجالات الجلوس وإلى تشهد الفنادات تشهد كاس الأخير والتشهد والتشهد تعياد فيه في الجلوس وصلاة صلوا على النبي في التشهد الأخير كسلية صلى الله عليه وسلم العاشر كان تمنى التسليمة الأولى سلامة أولي الركن أركان صلاة صلاة أركان تي الأول أن يتني وإلى لقول النبي نبي قول شين دليل صلى الله عليه وسلم كقول إنما إن كلمة عن الأعمال صحة الأعمال أمليا لأنصحه الشيء بهذا مركي أنصحه صلاة لها تا صنع لها تا عجل لها تا ويس لها تا قبوي من لها تا بعمل أنصحه الشيء بالنيات نياتي نيل كوي مركي سو بياس مركي سو مز نيو تلف هذا هو نيل ما أنتوب صنع كما أنصحه عمل أنصحه الشيء ما كيرين يني صلاة مركي لي دهو نيم بانت ويس ترى دمي لشردية مقارنة توا مقارنة النية نيدا سلريرو شل شردية لأي جزء جزء لأي جزء جزء كست للهدي جزء كاسو من أجزاء تكبيرة الإحرام تكبيرة الإحرام جزية الشكومي ده الثاني كنرم هذا القيام مسلم والركن في الفرائض صلاة واجب كل سلم تنصل ده ولين نغطوب في دبال كتوك ده تنفرد كل سلم كتوك
بالنسبة للقادر لنك يوذي عليها القيام قيام أوذي دلن فيري لقوله قول الله تعالى إلهي قول شندلي لقومه قوما لله إلهي قوما غانتين ساكتين هالتين قوامسن أما غانتين مضعين هالإلهي أدياسا وقول النبي وقول شندلي لقوما تأسودك والقيام ركنه قوما ألفده إي وقول النبي وقول شندلي لقوما صلى الله عليه وسلم كقولي سليتو كوي قائما هالتكي سلم لنكو أجزها أي جرناي يا رسولكم كوي سؤالي رسول الله جرنا سنتك دهو رسول كمير سليت كوي غاي من حال سرنت هو بعوض درن سرنا الكوفدة فايلام تصدق أنت أدين عوضنا فسليت كوي غاي دعها لتكفيدي فايلام تصدق أنت أدين عوضنا فسليت كوي على جنبي نكت كوي فايلام تصدق أنت أدين عوضنا فمستلقيا فسليت كوي مستلقيا على غور غور سلاس لا يكلف الله إلا مكلفا ونفسا في الله مكلفا إلا وسعها إلا طاقتها نفط طاقتي عوضي لا إلا يكلفه هذا والكلام أودن غور غور عن جيف داس الساسة كتقداس هذه غور غور كنفتيس أودو عيت سيال سنجيف طابه هو من دعاه جوا ديك ينصر توه عيت حتى عرب كدعاه هو عيما ها قلبك على سلادك دريرياس أنتي بأغلب هذا لست سلادم كورياس واد قلوا نجاس كدا جرن كوبي واي هو وقت اللي ترس كتقداس أغلب ما قبتها والكين دعاه هو عيت أغلب كتقداس سليم الثالث تنسد هذا من أركان الصلاة كم إذا تكبيرة الإحرام أربشني تكبيرتي أو بصوت مع صوت صوت القبر الله أكبر صوتك صوت يسمع المصلي كن تكذو ديجوه صوتك الله أكبر نهوانش ديجيو لقول الله تعالى إلهي قول شندري إلهي وربك نبو محمد وعد ربك فكبر ويني الله أكبر نهو وقول النبي نبو قول شندري إلهي صلى الله عليه وسلم افتاح الصلاة صلاة فراشة دهور ويسوا دهار قادشو جنابنا كينج جرن ويسلام غانه ويسكبت وتعليم وتعليم الصلاة الصلاة حرم الشدي التكبير والله أكبر وتعليلها تعليل الصلاة الصلاة حلال نقشدي أن التسليم والسلام نقشو والسلام عليكم الناس الرابع كان فراد من أركان الصلاة الصلاة أركان تيكم إذا قرأت الفاتحة فاتحة الأخرى والبسملة بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم لر للجيريا إلى سرية بسم الله قاس آية تنوى آية داسو من الفاتحة فاتحة لكم إذا قولي قولي نبينا وقول شندلين صلى الله عليه وسلم ونو ما يقول إذا قرأتم الحمد حمد دي أخريا سان فقره أخريا بسم الله الرحمن الرحيم أخريا ما يقول إنها إن الحمد فاتح هذا أم القرآن القرآن كآديس ما قبض غلط فاتح هذا شافي لرى كافي لرى ما قبض بدن غلط أم القرآن القرآن كآديس وأم الكتاب كتاب كلاهي آديس والسبع تضبط يوال مثاني هنك نقضاين تضبط ايضا هنك نقضاين وبسم الله الرحمن الرحيم قول النبي شغاين بسم الله الرحمن الرحيم احدى آيات آيات الفاتحة فاتحة آيات ستوضيه تضبط ايضا هنك نترب بسم الله آيات كتاب كفيرب هنك نليه هي الرابع الخامس كنشتنا من اركان صلاة يتريه انكم اذا الركوع واجل وقبصدوه والدمانين تصلوا في الركوع لكسروا يقول النبي نبو قول شندلي صلى الله عليه وسلم إركا أنت على الركوع حتى تدمئن أنت إلى الكوع صلاة صلاك عن حالته السادس كان لي أدال اعتدال واعتدال والدمانين تصلوا في الاعتدال لكسروا يقول النبي نبو قول شندلي صلى الله عليه وسلم إرفع كرنقوي حتى تعتدل أنت إلى الكوع توسس قائما حالتك سلم السابيو سجود سجودية رقنية مرتين لم صغل لم طغل سجوده في كل ركعة فكات كسلام توك لسجود ما دمانين تيكا صلوا له لقب لقول النبي نبو قول شندليل صلى الله عليه وسلم اسجد انت سجود حتى تطمئن الى اذكى صلاه ساجدا غلط اسابع اسامن كن سيدت الجلوس فدادو يا شرط يا ركن بين السجدتين لم سجود لم نتي ولا فلا لقول النبي نبو قول شندليل صلى الله عليه وسلم ارفع كورنغوي من السجود سجودا كورنغوي ارفع راسك ما دغ كورويل من السجود حتى تطمئن أنت إلى الكوع صلاة جالسا على تكفيني أتاسيو كان سقال هذا الجلوس فداد والي التشهد الأخير فداد والتشهد التحيات أخري واي وقراءة التشهد التحيات الأخري واي فيه في الجلوس الأخري وصلاة صلوا واي اسكدراء رقائي تد ولان ميلو مركلة تريو ترد بضاسي التحيات قوني لغي سابي صلق أو التحيات قدم قوني لغي سابي بس اسكدري ولا نمو تمو ليكين قولي تمو يسد ميلو هاي تواب ميرين كير انت قال تومي سيين تومي تودبا لا تومي سغالا دير سيان كتابه حدو ساسه داغلي ها دمانين تي دون غونو مغي ساوايو اسك درا هيله
الجلوس فنيد ركن اتاس من اركان الصلاه من الجلوس للتشهد الاخير فنيد واي والتشهد وقراءه التشهد يا الله واي فيه في الجلوس الاخير له وصلاه صلوا على النبي لك صلى الله عليه وسلم في التشهد الاخير ها دون سغاليكو سابس غول غول لغا ساباي مركي كتابه كلفو العاشر كان تمنا التسليمه الاولى سلامت اولى سلامت لما سن لا تقول السلام عليكم راس الاذان والاقامه اذان يقيمت هذا محله سنه الاذان واذان والاقامه سنه واي في السفر سفر لسناي وفي العلل لسناي اي لغادم للصلوات لغادم صلواتك صل مكتوبه الفرض لقول الله تعالى الهي قول شين دليل اذا نودي بالصلاه صلاه دين ناديو الهي قول نادي اسمي اذان لغني جيد يبا قول النبي نبا قول شين دليل اذا حضرت الصلاه فليؤذن لكم احدكم إذا أردت الصلاة صلاة هذه حضرت فليؤذن لكم سين عظم أحدكم ولا يصح الأذان والإقامة من صحايا إلا بعد دخول الوقت وقت قالوا شيء بعد شيء لأن صحايا إلا في الصبح صلاة صبح ما فإن له للصبح صبح يلا أذانين لم أذن على تحد ما من النصف الليل لكم الله لساعة طهر لكم الله لساعة دنب سقال سالة دلم بدن يقدر من النصف الليل لكم الله وثانيهما كان لما بعد وثانيهما لما اذن كان لما صلاه الصبح بعد طلوع الفجر فجر كما كده بعد الشيء كان لما اذن كان لما ذهب بالله وذبس واكبري والمام كرت ولا فجر تفاصل جدال الفذ سحور تري لن يكون فيله وانا شكنا كديان هذه واكبر يا مسم برين ديرت ما امسون هو واكبر يا اذن كدم بالله وذن بس كده ما تي افرتم الشان ميلو سي اوكر مسخون طم بالدير بس هذا ما اسك در درس معايا فرتي شن بدك كبر شيء كبلا وايا اه يعني اذن كبلا وايا معنا ادي لا افرتون ولا سكو ان وفلاس لكن افرتي شن ايو هو مر دقيقه درس انتو خنتون لدير بس ولا اسك انت هذا ما بلا ودا الى تميكو سايتو منو انا اذن كسوداي والمركاسن تكدوان كل مسكو الى وقت راس معنا سحورتو هذا دين بالله ودي ولا مكرة ده كبير شيء سأنا هذا دين مهاب بالله ودي ما يعرفش واقع بريبا ما يلعن هذا ماي أنت يا جيمك شيء أنت يا جيمك يعني 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 يا جيم أنت يا لا جيم هو جيم يسوع سكولك واقع جيم بريبا هذا دين مهاب بالله ودي ورتب يا كي بالله ونيد ولا مس ميل ما يندرس هو بالله ودي ولا يفكر جرت فاس ورين ده ناس بس لغلو جوه ده سلي ما هي نتى أقيم بالكتيرو إي أفافرارك هاي إندي إي ما ميل مانا بعدي ذوق الجيو كيار أفافرارك إندي راي هاي من ذي هروق لك في جري مانا مقدوك أفرين كهنا قرن وابا بري ولا لا مي إلهي لا غري سبحانه وتعالى ولا يصح ما أنسى أو آذان وده إلا بعد دخول الوقت لا أنسى ما يرني الآذان والسنة تموا في السفر يا للصناعية وفي العذر يا ذو مسافرة هذا مداس هذا مقيمة هذا مدرس لقول الله تعالى صلوات يلن هذا من صلوات المكتوبة الفرض لقول الله تعالى دليل إذا نودي أن للصلاة صلاة دليل هذا وقول النبي أن دليل إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ولا يصح الأذان ما أنصح إلا بعد دخول الوقت وقت قالوا شيء بعد شيء الأنصح إلا في الصبح صلاة صبح ما فإن له للصبح لأذانين يلتعدهما من نصف الليل يدخل أحدهما لما أذن كوشي يدخل قليل من نصف الليل من نصف الليل وثاني وما كان لما أن بعد دلو في الفجر فجر كمر كده بعد الشواء سنن الصلاة دي صلاة دي سنيا الشيء سنن الصلاة قبل الدخول آذان إيو أقيم ده هاي سنن الصلاة بعد الدخول هانو يون هاي لما سنو الأول والقنوط قنوطا صناعي في اعتدال الركعة الأخيرة ركعة قدوم بويت اعتدال شيء من الصبح صلاة صبح صلاة صبح ركعة قدوم بويت لا اعتداله يا رقمه يا قنوط كساسونه ما يكلا قنوط الجنوية ومن وتر النصف الثاني نسك الله ما ذهن ينضو وتر شيء لقنوط من رمضان كوميدا وصلاة صلى وسلام وسلام على صناعي على النبي لك صلى وعلى آله لك صلى وصحابه لك صلى وفي القنوت يا صناعي والقيام قموا يا صناعي للجميع قنوت كسلما أنت سلونك أخري الثاني كلمة التشهد الأول وتعيد أولي لصناعي
التحيات كلهم تاو في الثنائية صلاة دس ديل لك نسبة والرباعية صلاة دفر لك نسبة والجلوس له للتشهد الأول لم فدى ظل الصناعي وصلاة على النبي لك صلي بعد التشهد الأول التحيات كله بعد شيء سنانو صلاة دي صلاة دس سنان تيدي ميل كتابة كان مكتب أبعاد الصلاة لرأي صلاة دا أبعاد لرأي سنانو صلاة بعد الدخول للصناعي الأول القنوط قنوطها القنوط الدعاء في اعتدال الركعة ركعة دي اعتدال شلك الدعاء يسد قنوط كمين نجيد الدعاء ولا نجيد قنطة بمعنى الدعاء في اعتدال الركعة ركعة اعتدال شلك قنوط ركعة صلاة أخيرة دم من الصبح ركعة دم يتصل على صباح كميدة اعتدال شلك قنوط صنوع قنوط كس عباد الله إلهي لي توقيت آهي وانواب مشروع والجدوي رسولك الجدوي صلى الله عليه وسلم حديث بدل الكوري اسخلاف فيان حديث صابت نفتي ولا نكون قنودا إلا نكون مقنودا له قنودا إلا كلا قبدي يا إمام شافنا قاضي قنود كسمانا مقنودا ولا لعن له سون ما يبوا سون صحابي كم بال له مقنود يا له لكن حديث صحيح نجر وقنود يراه قنود كرت سيس جر مانا مشروع وحديث نكسر ميلا نكسره ومن وتر النصف ومن وتر النصف نسكي الثاني لمات وترشي يلا قنوده من رمضان قنوت كلا قنوت نازل الراجل كاس الدم هاي نمركي مسيبي ولا سير ربضون ولا سوكل القنوده كاس صلاة دولون كاس لكن قنوت كان في الصبح يا خاص كي آهي من وتر ومن وتر النصف نس وترشي يلا قنوده نسكي الثاني لمات من رمضان رمضان تراويه بعد الشمال تكداي وترشي دركا تكداي وأن تقول كبرى الجيدون فايله. تقول لك تقول لك أمين بدنين. تقول لك أمين بوها تعليم تيو إبادة يوسف الجراسي. تقول لك تعليم أي. هو ترك الدير. قال لك إن الله ويتر يحب الوتر فأوتروا بواحدة بركعة أو بثانية أو بثاني أو بثالثة أو بخمس ولا لا راي معنا. وأنا أطول أخياي. أنا دير سيام والمدرب راي معنا. هذه ما قال استوى الله أكبر لي ومانا والوذي لي لأنك عامك ولد تكداي موك ما يلي لي مركوسية ده اللي تكده سدي لك تراعي لي كل كم لا مسألة هذا هو قبل كم إن شاء الله شيء قد يدك إن شاء الله عايته مقر قبل بيج والوذي لي حتى ما يلي والد جري جيك يورو وتره قبل جير وتره قبل دير لا مسألة هذا ما لرني مكانكم لك تكده وما لأنك بدري إمتى سيداي ولكن أنتم قد تكذانيها لأنكم أنتم كمرسيدي نكلم مره لأن صلاة وطلعة تكذاني أكذان ولا نشال بيهاي أنهم أبوان لدير مانا إن الله ويترون يحب ويترع يلرحي آهي مثل لا إله إلا الله قونت لنقاذ جريمانا سيلاني تربيه يالك هايني ونو لا كتابين كيالن لي وار كتابين هوب كويني كتابين كيالن لي مانا كلكم أبو ترك لدير بس وترى الانجيل وترى التكذى والرأي ولا شيء قيدتك. خود من يريدن وصلي صلاة التراويح. هذا ما يريدايت وصلي صلاة الوتر ما. لمي صلاة هذا شلين. كلكم هوب سكودو أمي قلوا سكوداي أمم ما يكور كبابه ولا نيشان. جاك دون ولا يلوداي نو ولا يوم قولي هاتا تو. ما الفضاء أساس. لشل بيو نيل إن شاء الله فدا ما. لمي سعيد كي مسؤول كويه. نتك إن شاء الله فدا ما. وترى التكذى لا. وهي تراويح كوباني تراويح نكتابة فيري ها تراويح ولي لراو فيرب إيه ولا دلو تكداي تراويح لراي مسلاة ليلة لراي ولا نتكداي الميو آهي ساسو مثلا سيئر لو تكداي للي سيئت كتراويح ميه تراويح أفلباتونا كو بالله وداس من العمر هجدو إلا كو بالله عمر هجدو إلا كو بالله ولباتونا لتكداي حتى حرمين كدلباتونا لتكداي للي كلكم تراويه تكداي تي تهجد تكداي تي ولي تكداي تي بعد الليل بالبجاله يا جزاكم الله تمنتم تمنبروا تمنكم لما كلكم تراويه اي ساسو مثلا اي غنودكو اي تاساسو اي تدال كلكم ركعات دم تراويه مركي لتكد وترك سديد ركعه لتكدو ركعات دم بو تلك لي ومن وتر النصف ثاني نسك لامات ومن رمضان كوميده وتر شيء ركعت دم بويت وتركه لم يلا تكذي والكو سلام نقصدي طولن كما
تيادة يتدال شيء كلكم لقنو ذا والله ما دينا في من دي وافنا في من أفيلني تاس أقولات لك يا بدر فيري مساجد أبلي دير ونو ذا يوم ونو تسوى ما يكره بيكلكم ثم قنو ذا يانا أنت أسكلي يا لنا قنو تسوى ما يكره بي لما قنو ذا إستهيم معنا ثم قنو ذا يان ولا هو آمين تانو فداين ودلي جيرا لكن ثم ما يكره بي معنا صلاة سوا تيدي ما يكره بي إسكوم الله يلا مديو معنا هاي يعني ساسو كلو تنغلمات ويبوا وسلوال قيام للجميع ومن وتر النصف ثاني لقنود واي من رمضان كم وصلاة صلاة واي وسلام وسلام على النبي لك صلي لك سلام وعلى آل يار النبي نبغى آل شلك صلي الله سلام وصحبي صحبي النبي نبغى ساتس لك صلي الله سلام وفي القنود وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آمين ما والكسر معنا تاسو معنا لكن آمين ت ميلك أقداد صلى الله ولا كنا قده لكن مركو آمين ترى تلقوه ولا نبص ده ما وقنا عذاب النار هو بدير بس وهاي وقنا عذاب النار وتي ما يا فإنك تقلي كلكم دعاء مجرتو ما فإنك تقلي دعاء ما كلكم لكن برشة هو ولا برار سنين مؤمن امامي برشي ولا غوبوب سي انو دفنك تغلي ولا يقول عليك امين علي سينغر رهنا ولا غوبوب سي اي مانا هانو نو ولا مشلو فاينك تغلي ولا يقول امين ولا ودي لي مانا كل كل لم سيدي سيدي سوانو كل كل فاينك تغلي ولا يقول عليك هان سي رادين اخرياس امام كن اخريا دين اخرياس ثناء يا لا اله الا مانا دعاء ما اه كل كل وصلى الله وبارك يا كنغ مركا سادن امين لنغربس هي اتو صلاه دي صلاه دي اتشي صلاة السنة دي الله يهني هي آتي الأول رفع اليدين قلنا كرنغادو عند تكبيرة الإحرام تكبيرة الإحرام قد يكرنغادو وعند الركوع ركوع قد يذكر وعند الرفع كرنغ شاك دهد منو من الركوع ركوع كرنغ الله وعند القيام كما وقت دهد من التشهد الأول انت أصلا قلنا كرنغادو سنو اسي صدر داري معنا أفرمو الله يقلنا كرنغادو عند تكبيرة الإحرام نادو كنن تلجي حدو أمين كبه لما فنقل قابل شو انت تكبيرة الإحرام الله أكبر وانت الاعتدال السميع الله وانت الرفع منه من الاعتدال الله أكبر منه من ال وانت الركوع منه من الركوع سميع الله وانت الركوع الله أكبر وانت الرفع منه من الركوع سميع الله ما يكين دم غريب انتما وانت القيام من التشهد الأول التعيات كل ملكي قماس في اللغة ير أو جلسة الإسلام في هذا سو الله أكبر ووضع اليمين قلندي جوش اللي صنعي على كوئل شمالي بذكو شلك ديجي شلبتدن تلك ديجي والدعاء الافتتاحي اللي صنعي بعد تكبيرة الإحرام والتعوذ اللي صنعي والتأمين وآمين سدور اللي صنعي وقراءة سورة سورة الأخرية اللي صنعي بعد الفاتحة والجار والجير اللي صنعي في موضع موضع الجاري جير موضع شيء صلاة صبح إيو مغرب إيو إيش والإسرار والسلاشدة رسولنا في موضع موضع الإسرار أنت أكويرتي صلاة الصباح مغرب إشي ولا أكويري لما ديورك أورا وتكبيرات الانتقالي غرغور كي تكبيرات سيئة رسولنا والتسبيح تسبيح صدو للإعتدال إلا تسبيح صدو والتسبيح والتسبيح في الركوب السجول والتسبيح صدو رسولنا ووضعوا يده يده المصلي مصلي لم يزقلنا ديجا رسولنا في اليد في التشهد ديجا ولا فخذي لم يزجيلوا ديجا وناشران هال كرويلا ويسراو غلنتس بيت فرنياش كرويلو نلابن منا غابلن حالي كي لابيو يمناه اصابيا يمناه ود غلنتس بيت گيت فرنياش لاباو الا المصبيحات تتسبح سلاس ما تاسم لاباو سنتي غناداس سنتي اسناداس اشهد ان لا اله الا الله مركرا كرويلري الافتراش اغغلو يلو سنا في جميع الجلسات في ديالو دمانتي لز غغلو والتورك سنلول ديكو سناي في الجلسة الأخيرة في دقدم بفت سنتر لوك ديكو والتسليمة الثانية تسليم لما دال سناي ونية الخروج بول نيوذ من الصلاة لك بول نيوذ سناي يو سنت رياني هي آتو صلاة رياني هي آتو صلاة صلاة هي آتي هذه محلها ومبحثها الأول كان أول ما يبوا رفع اليدين قال يكون رنقادوا عند تكبيرة الإحرام هرمشد تكبيرة هذا دي يكون رنقادوا الله أكبر كون رنقادوا حد ومين كبير يجري
وعند الركوع ركوع قدس من لكر ويا لو مركي ركوع صلى الله أكبر وعند الرفع كورنا قشاق ديال لكر ويا منه من الركوع إنه لا كورنا سمي الله وكورنا قد وعند القيام قم أوك ديال لكر ويا من التشهد الأول لا كوكا وزول التحيات قولي كين دمادي جلوس بين السجدتين ما التحيات قولي كين دمادي لم ركعت كنت ركعت كلام كايت ما الله أكبر كورنا قد والثاني كلام والولي يدي يميني قلن دي جوشي قلن تبيت قد جوشي لصنع على كوع الشمالي بذكوع شلك دي الثالث كان سدى الدعاء الافتتاحي فرفر الشديد دعاء لصنع وجهة وجهي لصنع بعد تكبيرة الإحرام تكبيرة الإحرام بعد الشيء الرابع كان فراد التعوذ أو سدو لصنع أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لا مستعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا مدتوك ديو الخامس كان شنا التأمين آمين سدول صناعي ولا الله علين آمين أرت السادس كان ليه قراءة سورة سورة أخيوش على صناعي سورة أصوب بعد الفاتحة فاتحة بعد الشهادة السابع كان تضع بعد الجار والجير والصناعي في موضع موضع الجير الجير موضع شل الجير ولا إسرار إسرائيل شل الصناعي في موضع موضع الإسرار إسرت موضع شل إسرائيل الثامن كان سيد التكبيرة الانتقالي جرجرو تكبير تادي على صناعي التاسع كان سجل التسبيح على صناعي الاعتدالي اعتدال التسبيح صدقه التسبيح سمع الله التسبيح للاعتدال اعتدال كن التسبيح سمع الله لمن حمدنا التسبيح سمع الله للاعتدال سمع الله لر يلا صناعي العاشر التسبيح التسبيح صدقه صناعي في الركوع للتسبيح سبحان ربي العظيم وسجود للتسبيح سبحان ربي الأعلى الهادي عشر وضعوا يديه قلن يدي جوشه لصناعي في التشهود التيات كل يدي جوه على الفخذيه فخذي المصلي لن قلتوا كذا إلا مجيلوا كرشوك ديجي ناشرا نهال في ذي آيو إسراهو قلن تس أي أصابي آيو إسراهو قلن تس بتاني فرنياش في ذي أوسان سارين في السنينوا وقابل نهال لابو يمناه أصابع يمناه قلن تس بتاني فرنياش لابو إلا المصابعة تتنتصب إسلاس تاس تيجي من لابو تاس إلا الله ودوت يرون الفضي الثاني عشرة كنتم إلا مات الثاني عشرة كنتم إلا مات الافتلاش إسجوغلو يلو صناع إسجوغلو في الجلسة الأخيرة تفنق الدم بالإسجوغلو الرابع عشرة أهي فنق الدم بالإسجوغلو تحيات كورسل فدي هذا قلن تل صدر فدي هذا فدي هذا فدي هذا ما ناصر عدد يوصد يوم مغيال شمي هاينا التورق الافتراش مد الرجلين تربع ايك الا اللي جرما ايك كرايو كاس فردان جرات كرايو لما دون نعم بدن صلاة الافتراش والتورق تربع نو يالو كرت مد الرجلين ويالو كرت للوب صدو تربع نسل كتاب تين تكت انفدات ويالو كرت لكن لما دون فراش انفيله لما دون صنع الافتراش والتورق مرات الافتراش يسجوغلو لصناعي في جميع الجلسات في ديالو دومانتي يسجوغلو الثالث عشر التورق السن دول ديكو يلصناعي في الجلسة في ديالي الأخيرة الدم سن تدول كل ديكو الرابع عشر كانتم يا فرادة تسليمة ثانية تسليم لماذا لصناعي الخامس عشر نية الخروج بول نيوذ من الصلاة صلاة لك بول نيوذ مبدلات الصلاة صلاة ولي بريه وهذه محلها الأول والكلام الأمد هذا المعقم ولي بريه لقول الله لقول النبي عن دليل صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة صلاة تنقى الله يصلوه من صوبة وفيها في صلاة شيء من صوبة وشيء قاسو من كلام الناس ذاتك هذا الشكم إذا إنما إنك المهاني هو أي المشروع وكان لجدوه في صلاة لجدوه التسبيح والتسبيح ليوا سبحان الله والتكبير ليوا وقراءة القرآن ليوا هذا البنو آدم من صوبة الثاني العمل الكثير عمل فربض صلاة بريء لقول النبي نبو قول شين دليل في مس الحصى شي كتاب شديس أري إن كنت فاعلا فمرة واحدة إن كنت ديت فاعلا كي فلو أت فمرة ففعل فالمرة توقض واحدة فال هدي بشيد أد توسي ملك سجود سوب جمع سلاس خوب انكم ما نلتوك بس سرد ما إلا مي سدن تابتولر هو سد توك غلان تدقى جز بدل صلاة كو العمل الكثير أنا قداس وثالث والقهقة تقصر الدارد يا صلاة دبرية ومثل مثل القهقة تقصر الدارد ميل مذا البكاء ويتنغ لمذا والأنين الجبيد وتنحن وحرير ترش إن ظهر دي ظاهر ومن ذلك المذكور حرف وعرف ظاهر حرف قول له للحرف لما ننغل قي إيو في إيو شيء ولا سوك هل حرف معنى أو حرفان ظاهرا
معنى بيلهاني وإن لم يكن لهم على الحرفين معنى من إيو في إيو ولا أسلم حرف وضع إلى مثل الرابع والأكل آموية صلاة بريا وشرب لمو أمدا كسلا آميلا لم كثيرا لي كان المأكول والمشروب هذا وقليلا لهذا وإن كان المصلي كان تكذا ناسيا كي صلاة المامي بهذا أو جاهلا بهذا الرابع كفر صلاة بريا وترك ركن ركن كتوه صلاة بريا من أركان أركان صلاة كم أو فوات شرط من شروطها قد ملو زبط كراهو كرو ترك ركن ركن كتوه صلاة بريا ركن كاسو من أركان صلاة أو فوات شرط من شروطها شروط صلاة مبدلات صلاة صلاة ولا بريا وهذه محلها الأول الكلام وهذا اللي بريا الحمد قصته هذا أو ما قم ويل يا صلاة بريا هذا التي هو هذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ويل لله المان وبن هذا الكير والمدي لقول النبي نبو قول شندلي صلى الله عليه وسلم إن هذه صلاة صلاة تنغ لا يسلم مصوب دو فيها في صلاة مصوب دو شيء منصوب دو شيء قاسو من كلام الناس سدد كلام شكم ده إنما إن كلمه هو أي المشروع كان لجدو التسبيح سبحان الله والتكبير والله أكبر وقراءة القرآن صلاة لجدو إن تسليه الثاني كلمات من مبدلات صلاة صلاة ولا بريوكم إذا العمل وبري عمل كاسول كثير فربضني قول النبي نبو قول شندلي صلى الله عليه وسلم في مسألة شيد كما صحو شيء كقولي أدوت كذا سوما نقل أنت صدق راس ما لو قول كذا هيو هو براسون هل توك بس داري لما يسدون ولا كل كون إلا ميسدوا البريا أن لتسيا إن كنت أديت تفاعلا كي فلا وتف مرة تنفمسا مسا مرة تنتوك ذا مرة سوا إذا تنمسا أثاني كلام هذا الجه والجه جه تقصر الدالة صلاة البريا صلاة الجرجع جرجع يربي صلاة البراس oo ilkooday li jiray walaas walba dhibaayaan socod oo basal oo soodan baan walba dhibaan wa midul aan midul ga hagaati ko sor irdaalad may lamida albaka oo itanga lamida salaadiga jaru askulay oo alif waaw la kareeb yow kan wal aninu jibeet ya salaadiga buu salaadiga tii jibeeday wa tan aanu hareer tirisho oo itanga walba dhibaa salaadiga tii walba ko raakin sooda baali diide وتنحن حرير تلشوا ان ظهر ادي ظاهرو من ذلك المذكور حرف ظاهر حرف له للحرف له معنى معنى له اي او كل يو في او كل وارد في على معنى له جرم او حرفان الى حرف ظاهرا وان لم يكن لهما للحرفين معنى بينهما الرابع كان فراد من مبدلات صلاه صلاه ولا بريكم اذا الاكل اما بري والشرب اما بري عمدا كسل غامي لندم كثيرا لي كان الماكول والمشروب كان دم لا كثير لي هذا او قليلا لي كان الماكول والمشروب هذا وإن كان المصلي وإن كان الآكل كان صلاة التي والكامي ناسيا كهل ما سمع هذا أو جاهلا كوك جاهلا صلاة إني ولا أمبريا كوك جاهلا بهذا الرابع الخامس وكان شن آدم مبدلات صلاة صلاة ولا بريا كم إذا ترك ركن ركن كتبوا شيء صلاة بريا ركن قاسم من أركانها أركان صلاة صلاة أركان تي كم إذا ركن هو كتب صلاة بريا اسمع أول سجود كتبتي فاتح كتبتي هذا ركن أركان صلاة مرني او فوت شرط شرط کو تبو شیا صلات بری شرط کا سو من شروط یا شروط صلات صلات شرط یا شکم دے بلا الفوائت صلات کی کو تبن کا لا یو شو فائتت فوائت لك جمع بلا الفوائت صلات کی کو تبن فائتت فوائت لك جمع صلات کی کو تبن کا لا یو شو الاول من فات لن کی کتبتو من کا صلات کتبتو بغیر اذن کتبتو وجب ما واجب علی الا من قالوا قالوا صلات متى تذكر وحق الله أمنت يسمى طاوقتك تذكر صلاة صلاة فورا دك دك حق الله وآذار صلاة صلاة دو ريال شيء هي آذار صلاة ما يبواها النوم درمئيو والنسيانو ويجب ما يواجبه الله الفوائتي ولا قتبين حق الله شو فإن كان الشخص مسافرا قديه وفاة صلاة صلاة رباعية قتبت هو شخص قال الله يا صلاة دي ركعتين هذا في السفر لا في الحضر ما فإنه إن المصلي يتم الطعام ولا صلاة ديه وإن كان شخص مقيما قديه وفاته صلاة صلاة كتبته في الله إن كتبته شخص قلاك الله يا صلاة ديه الأربع قلاك ولو كان القلاه في السفر بهاته فوائت القلاه الفوائت صلاة دوغي كوتا بينها قلاه وشو الأول ما يبوا منك وفلق وفكي فاتت مقل بلان فاتت كتبته منك صلاة صلاة كتبته بغير عذر إنها كتبه صفير يا صلاة دي تبي الدنيا دي سيولاش كي جاري في ريا كتبي ميل مان غير اذر وجب علي على من كل شيء ما واجب كاك الله وقال الله صلاة سك الله يوش ولي صلاة اس كتبي ني هك الله واجب حدي او شانسن انت كنه لسن انت كنه قال دي واجب لك صلاة مو كتب نها اذر مو كتب نها واجب لك قال
متى وقتك يا قلا أي واجب تذكر أصل صلاة صلاة دي فورا دك دك عن قلا صلاة صلاة دي كدري ما دك دك عن قلا الثاني كلا ما دو أدارو صلاة صلاة دو دريال شهية أدارو صلاة إثنان لمو أنو مندر موي مندر ميكي متبتي والنسيان والمانو مندر ميدن هذا إسلاف سمعين لفده أو كونوا تفرعي جد مركزة جيفة دي صلاة صباح أو تباس ساسا هذا كوالد ذي ما بناو صلاة دي بطبيعي تي مغرب بعدشة إشب بعدشة رسولك مجدو إني لسكو هندر سيهدو تي صلاة الليل انتكو دو أو تحجل انتكو دو صلاة صباح نو وقتشة انتكو دو يعني ما يبو ترى أي شرابسي ولا عنك مشغول أيها كوي انتي مقولكو آدم آدم كلا ماذا يسرتي السلالة دول فده مانا موبيل كوال سارة صلاة دول هكا كيوي يلا فده مانا إلا غاز لن هندري هكا وشيك لبادني إلا دي إيمان هكي ماهين كلهم لسكو إلا علي وقت غاز مانا سهورتو بليدو لسكو لكوي هوب سهورتو كبات هركوي سيسوي وابس صلاة دات كوي ريد مركاسو فده سندر مكنك سوي هوب كلان وقت غيما بادنا هندر تو هندر من وقتو كالكين هاتوي وأدارو صلاة دي صلاة دو دريال شهية أنو مندرمو أيوان نسيانو هلمانو الثالث والو أيجيو مي واجبي قال الله الفوائتي صلاة دو كي كوتا بينك الله يوشو واجبي فإن كان سلانك الله يو صلاة دن تي كوكو تبتي أدو إترهم تكو تبتي أدو مسافرة تكو تبتي سلام فيني فإن كان هو شخصك دي هادو مسافرة عن هادو وفاتة تبتوه شخصك صلاة دو كو تبت صلاة دو سورو بعية تنغ فرالية كو تبتو مسافر هايتي دورا كوتابي مسافر رميدي كوتابي أسرا كوتابي إشي كوتابي وانا سفر كي لك قال الله يتماع ها قال الله يها صلاة دي ركعتين هالي تقال الله في السفر مسافر ربك جري وانا سالة مسافر كوتابي لم ليتو كدهو غابي سده لا في العلاري لكن صلاة دي مي كوتابي إذا مسافر تأفرتي أفرا كوتابي دورا كوتابي أسرا كوتابي مسافر هايتي إدا كو يتماع ها مسافر هذا فنيب لم يتكذب فذي هذا لم يتكذب ما راسي دم كونها أفرة تكذب فإنه إن الشخص يتم طعم ولها الرباعيته لا في الله ريال كري هذا الرمى مكجابيه فإنه إن المصلي يتم طعم ولها الصلاة الرباعيه وإن كان الشخص شخص قد هذا مقيم من إدريس كروج هذه وفاتة الصلاة تدادنه شخص كتبتي في الله ريال زوج إدريس لوج كتبتي دورا كتبي الصلاة كتبي إدريس لوجي أفر الرمى كواجب تما الله دوت يا الله يا صلاة دي هذا أربعة الله يا أفرت ليلك وفدا ما إنه ولو كان الله قالك ميلاد الله في السفر يبعثه سفر الله الله يا ستة هو رامبا أفرك يواجب تيداد إدارة وقتي سفرك الله جاب مجاب يا سفر ليتوك ده صلاة الجماعة والله أعلم.